يعني ترى ممنوع تشغل حطب على الأرض مباشرة، لازم تحط لك منقلة أو شيء، فانتبهوا من المعلومة هذه يا أخوان، وخلونا نتعاون ونحافظ على البيئة الجميلة. شوفوا المكان الجميل كيف، اي والله هذا أقل شيء إن احنا نتساعد ننظف أماكننا بعد كشتتنا. ها يكفي إن الله سبحانه وتعالى رزقنا بهالنعمة وهالمكان الجميل والأجواء الجميلة، أقل شيء نقدمه نتعاون مع البلديات مع الأمانات مع الجهات المختصة إن احنا نحافظ على مكاننا، واترك المكان كما كان أو أفضل 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 مكان. النظافة زينة إذا حاولت. القوة القوة عمي وعالي، القوة القوة يا بعد عمري القوة. الله تبارك الله، شقلنا حطيباتنا. وتنبيه يا جماعة الخير للجميع اللي الحين يا عمي ابو علي على كثر الشباب اللي حولك، ليش لازم انت اللي تقطع البصل؟ ما يعرفون يقطعون. تعبت وانا اقول اعطيك اخر منك اخر بالعكس يا عمي ابو علي، خله وراك خله وراك، اعتبره مسند تسند عليه والله. لا لا جد ايوه ايوه ريح ريح عمي ابو علي، بس السكين السكين واخر السكين من يدك. اي ريح تسند. اي اي قام قام عمي ابو علي قام قام عمي ابو علي. اي 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 ابو علي عمي ابو علي ايوه بس اريح لك كذا قطع البصل الحين ابو علي. ايش رايك في الكرسي؟ مو بريح لك. ايه الله يعطيك العافيه الله يعطيك. طب بكرسي انا والله بكرسي انت استخدمتوني واجد انت والله. شحاب عليكم شحاب على اخوي هناك ما يدافع عليا. اخوك ولا يدري عن الدنيا. اخوك اخوك خليه يقعد يتقهوى بس. اخوك الحين صار اخوك. ها بعد دلت بهدل الحين صار اخوك. ما شاء الله تبارك الله. ابو معاد وش بتطبخ لنا اليوم؟ كبسه. كبسه ايه يعني بعلي الحط الطوارئ فيها. ايوه اللي بالجدر تاكلونه اللي هو اي شيء، بس اهم شيء ناكل.